يقول أذنبت ذنبا ولا أريد أن أخبر أحدا لأني سوف أسجن. إذا كان في حقوق للناس يجب إعادة الحقوق للناس، إذا لم يكن في حقوق للناس يستغفر الله ويستر على نفسه. إذا كان في حقوق للناس يجب إعادة الحقوق دون أن يخبرهم بالذنب، أما إذا لم تكن هناك حقوق للناس هذا بينه وبين ربه فيستغفر ويستر على نفسه.